ولكن قبل ما نبدأ فقراتنا تعالوا نروح ونصبح على ليندا ونعرف منها يعني حالة المرور الأول وحالة الطقس وأسعار الذهب والعملات. ليندا إيه الأخبار؟ صباح الخير يا ليندا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا بسنت. الحقيقة يا أحمد بالنسبة للمرور في كثافات متفاوتة هنتعرف عليها كمان شوية، وبالنسبة لحالة الطقس لسه في انخفاض في درجات الحرارة. النهاردة هيكون في كمان أمطار ونشاط للرياح. الطقس مش محتاجين نعرفه، حاسينه دلوقتي خلاص. شكرا ليندا، اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. بنأكد في البداية أن الإدارة العامة للمرور بتنشر الخدمات على طول الطرق الرئيسية للتعامل مع أي طوارئ أو أي تعطل لحركة المرور. خلونا نبتدي جولتنا من محافظة القاهرة، وهنشوف دلوقتي على الخريطة اللي هتظهر على الشاشة نفق الأزهر بيشهد كثافات بسيطة في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، ونفس الأمر كمان بتظهر بعض الكثافات أعلى كوبري أكتوبر القادم من رمسيس وغمرة والحد مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان بتظهر كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. أما أعلى الأوتوستراد ففي كثافة مرورية نسبية بتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ونفس الأمر كمان في بعض الكثافات البسيطة. شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولاً للمنصة، ظهرت هناك كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان ربع وصولاً للدائري. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وتحديداً من شارع السودان واللي بيشهد سيولة مرورية. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة وتحديداً عند كلية الآثار. هناك في بعض الكثافات المرورية البسيطة. في الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولاً لشارع السودان، لكنها كثافات مرورية متحركة، وبيفضل التوجه لمحور عرابي القادم من الدائري ورايح المهندسين أو الدقي. نفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولاً لإشارة بين السرايات، وكمان في كثافات في شارع فيصل. كمان الإدارة العامة لمرور الجيزة بتراقب حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة في محيط تحويلات مرورية لمنع الزحام المروري أثناء عملية غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة مترو مدكور، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان لحد الجهة المقابلة بطول ما يقرب من 500 متر في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة. من الجيزة هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية اللي تم تعطيل فيها المدارس النهاردة بسبب سوء الأحوال الجوية، وده هيتسبب في تخفيف الضغط على الشوارع المتأثرة بحالة الأمطار. زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، كمان في كثافات متقطعة عن الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي شوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك. هنبتدي من ميدان السادات وتحديدا منها للشارع الكورنيش واللي بيشهد سيولة مرورية، وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة عند منطقة الفنادق ومنطقة السوق. بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي من الدولار الأمريكي. سعر البيع بيسجل 18.54، أما الشراء فبيسجل 18.45. اليورو البيع بيسجل 20.45 والشراء بيسجل 20.34. الجنيه الاسترليني فالبيع بيسجل 24.55
والشراء بيسجل 24.41. هنروح للفرنك السويسري، البيع بيسجل 19.88 والشراء بيسجل 19.77. أما الريال السعودي فالبيع بيسجل 4.86 والشراء بيسجل 4.91. الين الياباني البيع بيسجل 15.34 والشراء بيسجل 15.26. هنروح للدينار الكويتي فالبيع بيسجل 61.08 والشراء بيسجل 60.64. الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5.05 والشراء بيسجل 15.02. اليوان الصيني البيع بيسجل 2.91 والشراء بيسجل 2.89. أما بالنسبة لأسعار الذهب فعيار 18 سجل 870 جنيه، أما عيار 21 فسجل 1015، أما عيار 24 فسجل 1160، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8120. من أسعار الذهب مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه في انخفاض في درجات الحرارة النهاردة، والطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكمان في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. ده غير أن النهاردة هيكون في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وممكن تمتد للقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 25، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 13. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.